فرنسا قعدت 70 سنة، 70 سنة مطلبنا أنها تخرج، ما فماش بديل على هذا المطلب. احنا عايشين ردة على الديمقراطية، مطلبنا هي عودة الديمقراطية. في سياق عملية عودة الديمقراطية، أن القوى السياسية تطرح حلول مختلفة أو متفقة، هذا موضوع آخر. أما المشكلة ما تحلتش، وما تتحل إلا ما تزول الاستبداد، يزول وتحل محاله حالة من الحرية والتعددية والعودة إلى المؤسسات الشرعية، باش نجموا نتكلموا على البدائل، على نسبة النمو، على نسبة البطالة، وعلى إلى آخره إلى آخره. معناته مش هذا الموضوع، الموضوع هو عودة الديمقراطية، هذه قضيتنا، وقضيتنا هذه حتى اللي تتحقق ما عندهاش بديل.